بالنسبه للعلاج تساقط الشعر اللي هو طبعا الراوند، زهان الراوند، هذه يعني من ابرز الاشياء اللي بالساحه لعلاج التساقط وفراغات اللي بالشعر. كذلك عندك الزيت الروزميري، زيت اللي هو حصل بان، هم ممتاز اذا في فراغات كثيره بالشعر. بس ناخذ بالنا اذا بندهن الشعر لا يكون الزيت يوصل للاذن، لان خصوصا الروزميري او زيت الجوجوبا او زيت الخوخ صح ان ينبت الشعر، بس كثره ملامسته للاذن يطلع حتى الشعر اللي بالاذن. فيون الحالات يقول لا عيدها ابو عبد الرحمن. بعض الزيوت للشعر مثل عندك الروزميري، نعم، مثل عندك انت الجوجوبا. على فكره الجوجوبا هي الكنار. اوكي، وايد ناس يسمعون الجوجوبا مو عارفين هي زيت بذر الكنار. نعم. وكذلك الخوخ، زيت الخوخ، هذا من الاشياء اللي تنبت الشعر زين، بس لا يكون وانت تستخدمها تي صوب الاذن، لانها تنبت الشعر اللي على الاذن.